بتحبي الشغل كده ليه؟ عشان طلعت صغيره عليه. حبيته وحبيت المعامله اللي الناس فيه، يعني حبيت المدرسه باللي هم فيه، معاملتهم معايا يعني مش قادر اقول لك، مدرسين مدرسيات المديل والاب، يعني مش قادر اقول لك معاملتهم معايا اشيل المدرسه على دماغي لو انا اقدر. انا بقول لك لو مراتك كانت تتخلع كنت اعيط عشان ايه. طب ما زهقتيش؟ ما اقدرش ابدا. انت عارف يوم الجمعه على الاجازه ببقى قاعده زعلانه في البيت. لا ما روحتش. عايزه تروح المدرسه الجمعه كمان؟ عشان ما روحتش، ليه؟ عشان بروح افتح بس طبح دي حياتي وفي جسمي وفي امنيتي انني ابقى في المدرسه. يعني يقولوا لي اقعدي، ما اقدرش اقعد، اخاف يحصل لي حاجه بعد الشر. والله بكلمك جد، انا بخاف لو يحصل لي حاجه، ما كنتش اقوم اروح وبقى مشعوفه. لازم اروح المدرسه وافتح بايدي وافتحي وقابل الحلوين بتوعي. بالضحكه الحلوه دي كل يوم، بالضحكه الحلوه كل دي يوم. النبي يا بختهم والله العظيم.